سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سيدي نائب مجلس الأمة السابق العم أبو هشام عيسى ما شاهين وابنه القاضي هشام عيسى ما شاهين. الله يجزاكم والله الله يبارك فيك. ماجد السيد يوسف الرفاعي أبنوا كثير الدكتور السويدان وغيره وأبنوا العم الداعية الإسلامي الشيخ أحمد عبد العزيز القطان. جزاهم الله خير. إي والله أنت كلمة لحقه ماذا تقول؟ أنت من جيله ولا أنت أكبر منه؟ الله يرحمه. ولا أنا أكبر منه؟ الله لا أنا أكبر منه بسنتين. الله سبحان الله طال الله فيهم. اقول سيدي هو هشام هل انت مستعد تكون خليفته؟ لا لا عنده هو عين خليفه له حفيده احمد اللي لابس عمامه احمد ما ادري والله ما شفت واحد بالله انا بالعزاء اي هو قال هذا خليفتي سبحان الله اي وكان ابوهما صالح صغير صغير لا انا شفت واحد عود لا هذا هو ولد عبد الله اللي لا تسمع خطبه مثل الشيخ احمد ترى ابو علاء الرفاعي عنده خوش معلومات عن الشيخ احمد لا بالذات بالشعر اي هو ابو علاء شاعر حسن عنده خوش اي والله يقول خمس قصائد سيدي هو كان كله في مسجد العلبان يقول اللهم نسألك قائدا ربانيا يسمعوا كلام الله ويسمعنا لا هو رحمه الله عليه يعني القدس. واكثر شيء اول بدا بالجهره الله وبعدين مسجد وين طال عمرك وبعدين في اليرموك لا مو اليرموك هذه اخر شيء باليرموك اللي يم هو الدويله كان بالصابخات ذكروا الوالد يروح على البحر كان يخطب سيت المسجد من مبارك إيه ما شاء الله يلا والله. اقول سيدي الحين في اليهود ناويين نية على القدس ماذا ترد عليهم يا رئيس الحركه الدستوريه حدث لا انت المنظر حدث من زمان لا انت الحين انت اللي اسسته بعد انت الاب الروحي ماذا تقول في القدس إن لو ان اليهود الصهاينه تحركوا لا 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 ان شاء الله ان شاء الله الله ما يحركهم لا لا ان شاء الله راح يواجهون بقوه ان شاء الله حول الله سبحانه وتعالى امين امين نهايتهم ان شاء الله انت راضي على ما تسمى حاليا ابنكم النائب وسامع عيسى ماشين نعم هو